ما هي حدود مكة المكرمة في الاتجاهات الأربعة؟ وهل صحيح أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة كالصلاة داخل الحرم؟ قصدها حدود مكة إن كان قصدها حدود الحرم. نعم. حدود الحرم معروفة محددة بالأميال ولله الحمد، أميال مقامة يعني أو أعمدة مقامة. نعم. على حدود الحرم، وقد جددت هذه الأيام من الدولة أيدها الله بنصره، جددت هذه الحدود وبينت على حدود الحرم وهي معروفة تسمى بالأميال أو تسمى بحدود الحرم. أما مكة، نفس مكة ليس لها حدود، يعني نفس المباني ونفس السكان هذا ليس له حدود، وإنما هذا حسب الاتساع العمران وانحسار العمران، إنما الكلام على تحديد الحرم. نعم، الصلاة داخل الحرم. وأما المساجد التي أو من صلى داخل الحرم يعني داخل الأميال، من صلى داخل الأميال فإنه يكون قد صلى في الحرم، سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان. ما كان داخل أميال الحرم وأنصاب الحرم المعروفة فإن له أجر المصلي في الحرم، في المسجد الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. هذا يشمل كل الحرم. نعم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها كان ذلك أفضل.